يقف تماما لا يعود للمساندة، ولكن ربما الأمور تغيرت تماما مع طارق السكيتيوي، ربما بتوجيه خاص حلحول الآن في أدوار دفاعية كذلك الأدوار الهجومية. هذا هو بالأخضر في الجهة اليمنى، لمن يبقى الأخضر يرفع كرة في منطقة الجزاء، خروج الخروبي العساكر ينتفضون، العساكر يردون على هفوة البداية. يوسف أنور يفاجأ الدفاع وكذلك الحارس الخرابي، 1-0 للعساكر، والانتفاضة في المدرجات للإطر العسكري، حاضرون بالعشرات هنا لتشجيع الجيش. يوسف أنور يمنح هدف التقدم للعساكر بهذه الطريقة، الاحتفال بتقدم ياتي في الدقيقة 35، خطأ فادح من الحارس الخرابي، أساء التقدير في الخروج، توقيت الخروج لم يكن موفقا، وبالتالي يوسف أنور كان بالمرصاد هذه الكرة يضعها في شباك مرمى الماس. 1-0 تتغير النتيجة في هذه القمة الكبيرة بالملعب الكبير لمدينة فاس. إذن يوسف أنور على طريقة القديوي، هنا الاحتفال ب